شكرا معلقنا الكابتن احمد مناع. اذا انتهت احداث المباراه، مباراه كره السله الاهلي وطلائع الجيش في تصفيات بطوله منطقه القاهره لكره السله بنتيجه 64-61. برحب بضيوف المره الثالثه، كابتن طاهر اهلا بحضرتك. اهلا بيك يا سيدي. كابتن سلعاوي اهلا بحضرتك. أهلاً. رايك يا كابتن سلعاوي في احداث الثالث والرابع؟ انا رايي ان هي كانت مباراه جيده جدا بصراحه النهارده، وكان مباراه ما كانتش سهله كما زي ما قلنا بالظبط في بدايه الاستوديو ان المباراه مش سهله، لكن انا عايز اقول ان المباراه دي هي التي تصنع النجوم وتقدر تشوف منها مين اللي ممكن يكون مستقبلا. فالنهارده الولد مؤمن طارق خيري ظهر بمظهر كويس جدا جدا. صحيح. عبد الله نصر برضو، لكن عايز قرصه بسيطه على الكره اللي حاول يحطها في وقت غير مناسب، هو نفسه لم نفسه بشد احنا شفنا يعني. فدي حاجات بتعلمك، لكن هي دي المباراه ايه اللي بتصنع النجوم. صحيح. كابتن طاهر راي حضرتك. هو برضك انا وايد كابتن العوي في ان دي الخبرات اللي بيكتسبوها دلوقتي الولاد الصغيره، واللي هي دي كمان الفلسفه بتاعت الكوتش اوجستي او المدير الفني. وزي ما بقول كمان ان واحد زي عبد الله ناصر طلع فشل ان هو يحط الدنك، فدي هتعلمه زي ما ذكرت قبل كده. وبالذات خبرات لما تبقى خبرات فشل. صحيح. يعني بتتعلم اكتر. لم نفسه جامد. لما تبقى خبرات نجاح فبيداري على العيوب. صحيح. انما هم عموما يعني زي ما قلنا ان احنا ماشيين في الطريق الصح في ان يشيلوا مع الكبار، وزي سرحان مثلا كان الى حد ما. صحيح. كان احسن وافضل من مباراه الفرق. صحيح. اعزائي المشاهدين نطلع لفاصل سريع عشان ارجع لحضراتكم نكمل تغطيتنا المستمره لبدايات كره السله هذا الموسم، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. يمكن شفنا في المباراه طبعا احداث طبعا استبعاد مستر اجوستي بعد ما حصل على 2 تكنيكال فاول، واللي قاد الفتره الباقيه من المباراه كان الكابتن احمد الجرحي. فنروح لزميلنا ومراسلنا من ارض الملعب فاروق صلاح ولقاء مع الكابتن احمد الجرحي. اليك الكلمه فاروق، اتفضل. من جديد كل التحيه ليك يا كابتن هيثم ولضيوفك الكرام ولكل مشاهدينا ومشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. مبروك للنادي الاهلي، فوز مستحق على فريق الجيش النهارده، يعني في ظل الغيابات والنقص العدد اللي بيعاني منه فريق النادي الاهلي، لكن دايما بيبقى رهان النادي الاهلي على الاجيال وعلى الشباب اللي موجوده. يعني معايا في هذه الاثناء الكابتن احمد الجرحي المدرب العام لفريق النادي الاهلي. كابتن احمد برحب بحضرتك على شاشه قناه النادي الاهلي. مباراه قويه، جيم كبير جدا من لعيبه النادي الاهلي، ما تحسهاش ان هي مباراه بدايه موسم، شفنا ان الديه الاخر دي وفريق الجيش ايضا قدم مباراه قويه من النادي الاهلي. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الف مبروك، وبرحب بكابتن هيثم وضيوفه في الاستوديو. مش عارف مع كابتن بروح على كابتن طاهر طبعا، كابتن سرعاوي كابتننا. طبعا انت شايف نادي الجيش فرقه كبيره طول عمره من 8 كبار ومعاه جهاز فني على اعلى مستوى. احنا مش قصه غيابات، غيابات دي يعني شبه بارادتنا، لان احنا طبعا عندنا اللعيبه الدوليه مريحينها. اي لعيب مصاب اصابه خفيفه ممكن يعني لا قدر الله لو نزل تطول معاه، احنا مريحينه، مش مستعجلين على حد، عايزين ندي فرص للولاد الصغيرة. الدنيا كانت ماشية كويس في التمرين من الولاد الصغيرة، عندهم استعداد ان هم ياخدوا الفرصة ويثبتوا نفسهم. الحمد لله متهيألي النهاردة أدوا بشكل كويس جدا. اما بيلعبوا قصاد خبرات كبيرة في نادي الجيش، تعال نادي الجيش يمتلك لعيبة خبرات ولعيبة دولية، ودايما ند للند مع النادي الأهلي والزمالك والجزيرة والاتحاد مع الفرق الكبيرة وهم فول تيم. تخيل بقى لو انت بتلعب من غير 9 لعيبه اساسيين من القائمه بتاعتك 15، وبتدفع ب9 ناشئين قبله بلاء حسن، وده اللي انا كنت بتكلم عليه دايما من فتره كبيره، ان النادي الاهلي هيجني ثمار ان شاء الله قطاع الناشئين بتاعه. وبالتالي كابتن طاهر رجب قاعد في الاستوديو، وجي بعديه كابتن سيد صابر، يعني الاثنين ممكن يكلموك على قطاع الناشئين اكتر مني. يا كابتن طاهر خبير في قطاع الناشئين، اشتغلت تحت ايده فترات كتيره، فالحمد لله يعني يمكن انا اسعد واحد، وكابتن طاهر عارف الشعور اللي انا فيه، ان انا بشوف الولاد دي بتلعب دلوقتي في فريق الدرجه الاولى وبيكسبوا، لان الحمد لله اشتغلنا معاهم كتير انا ومدربين زمايلي في القطاع الناشئين، ان احنا نقدر نحاول نطلع حاجه للنادي الاهلي. فالحمد لله فرحان بالنتيجه، فرحان بالاولاد الصغيره. اللعيبه الكبيره ادت على اكمل وجه، بشكرهم جدا، ابراهيم الجمال وسيف وعقب النصر ومروان سرحان، طبعا اضافه قويه جدا للنادي الاهلي، ولسه مروان عنده كتير قوي يعني لسه بيندمج مع الفرقه.
وان شاء الله باذن الله الناس تشوف الفرقه لما تكتمل بقى يكون شكلها مميز ان شاء الله. عايز اسالك يا كابتن احمد على انطباع مستر جوستي عن اللعيبه الناشئين، وان المباراه اللي فاتت قال ان الرهبه بالنسبه لهم تلاشت مع وجود الخبرات الموجوده في فريق النادي الاهلي. والله يعني هو مستر اوجوستي من المدربين اللي بتؤمن بالناشئين، يعني هو من المدربين اللي بتؤمن بالناشئين وبيحب دايما يدي فرص للناشئين، وعنده ميزه ان هو ما بيفرقش ما بين لعيب ولعيب بالسن، هو الفرق بالعطاء مش بالسن. كل الناس هتاخد فرص، مفيش حد مش هياخد فرص، ده كلامه، ان هو مفيش بني ادم موجود جوه الهيكل بتاع الفريق اللي هو اللعيبه الكبيره واللعيبه الناشئين حوالي 23 24 لعيب، مفيش حد مش هياخد فرصه. وشفنا كل الناس لعبت النهارده في المباراه، ومعناها مباراه كلوز جيم قريبه ماشيه باسكت نطلع 5 بونت ننزل نبقى ايكوال هم يطلعوا، فدي سياسته وهو مبسوط جدا من الاولاد. وكل ما يعني هو بالظبط اللي هقوله لك، ما هو مش هيلاعب حد، انت يعني اللعيب اللي هيلاعب نفسه، اللعيب اللي هو هيأدي وهيموت نفسه وهيثبت ان هو قد تيشيرت النادي الاهلي هو اللي هيلعب. كابتن احمد، في بعض يعني الكلام او التعقيب على بعض القرارات التحكيميه واستبعاد مستر جوستي في اللقاء، وقرارات تحكيميه اتعاملتوا معاها بهدوء، تعقيبك على الكلام على الامر ده ازاي؟ وايضا يعني مستر جوستي بعد المباراه اجتمع مع اللاعبين قال لهم ايه؟ بص داني، الثلاث حكام اللي في الملعب سواء تامر او كابتن تامر او كابتن ايه او كابتن وائل او الحكم اللي نزل مكان كابتن وائل، الثلاثه ناس محترمه جدا، عندهم قرارات غلط، عندهم قرارات غلط. هو التعقيب على الطرد بتاع مستر جوستي ان انت يعني احنا مش العرف، هو المتعارف عليه ان الحكم لما بيدي تكنيكال فاول بيبعد عن الحكم، بيبعد خلاص عن المدرب، انت بتسيب الراجل بقى اللي خد تكنيكال فاول ده بتسيبه الرد فعله، فاهم قصدي؟ بتسيبه الرد فعله، لكن ما جيش انا هو اديته تكنيكال فاول وهاجي الزق نفسي فيه، اكون انا مستنيه يغلط تاني عشان انا يعني متعمد ان انا اطرده. فدي طبعا حاجه صعبه جدا، ممكن تكون بقى كان يعني مش هقدر اقول قله خبره، ان تلات حكام دوليين تلات حكام كبار، لكن تسرع، هحطها تحت بند التسرع. لكن احنا بنثق في الحكام بتاعتنا جدا، نفسنا ان هم مستواهم يعلى اكتر، زي ما احنا بنحاول نطور مستوانا كمدربين او كلعيبه، نفسي طبعا ان هم يطوروا مستواهم اكتر، وهم اتطوروا وهم ناس على دماغنا، بس احنا كل اللي عايزينه ان الناس تبقى يعني تعرف ان الصفاره في الباسكت بتفرق، يعني احنا مش بنلعب رياضه اللي هي الصفاره فيها مش تفرق، لا الصفاره في الباسكت ممكن تحول الجيم تا اخر لحظه، الكره الفاول دي يعني اللي هي من وجهه نظري الشخصيه ولا فيها اي حاجه، مؤمن واقف رافع ايده لفوق اتصفرت فاول ممكن تقلب الجيم. فلا كل التحيه للحكام، بس يعني عايزين نجتهد اكتر عشان مستوانا كلنا مع بعض اللعبه تعلى. اخيرا مستر جوستي قال لكم ايه بعد انتهاء المباراه؟ انا عارف ان هو اجتمع مع اللاعبين. لا هو ما فيش، هو بارك للعيبه واعتذر، هو اعتذر للناس للفرقه والجهاز ان هو مش من عاداته ان هو يعمل كده خالص، وان هو ما فوجئ بالكلام ده، وبارك للعيبه على المجهود، وبارك للعيبه كلها يعني على المجهود الكبير اللي عملوه، وبس قلنا معاد التمرين ان شاء الله بكره، وماشيين في خطواتنا اللي احنا بناخدها باذن الله. شكرك يا كابتن احمد، مليون مبروك وبالتوفيق في اللي جاي. الله يبارك فيك وربنا يخليك، ميرسي جدا، شكرا. كابتن هيثم، ده كان لقاءنا مع الكابتن احمد الجرح المدرب العام لفريق النادي الاهلي، اعتقد نقاط كتير جدا مهمه جدا اثارها الكابتن احمد، ونقول مبروك لفريق النادي الاهلي بالتوفيق لفريق الجيش ان شاء الله في القادم من المباريات. من جديد تعود الكلمه للكابتن هيثم وضيوفه الكرام. زميلنا فاروق صلاح، بشكرك شكرا جزيلا الحقيقه، ما سبتليش اي حاجه ممكن اسالها، كل ما يدور بذهننا الحقيقه اللي انتم شايفينه النهارده من الفريق المليان بالناشئين واللي فيه عدد كبير جدا، ده مجهود سنين زي ما قال الكابتن احمد الجرحي، وقال ان مجهود وشغل من النادي الاهلي نلاقي عندنا هذا العدد من الناشئين. وكمان الحكام كلام محترم جدا قاله الكابتن احمد الجرحي عن الحكام وادائهم النهارده. خلينا نطلع لفاصل اعزائي المشاهدين سريع ونرجع نكمل كلامنا مع ضيوفنا، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، وفي الاخر اكيد طبعا الف مليون مبروك للنادي الاهلي، فوز مهم في البدايه، وبهذا النقص العددي الكبير بيبقى فوز كويس، فوز بيخليك تطمن على فرقتك، وضيوفي كمان تفضلوا وقالوا نفس الكلام وبرده نفس الامور الكويسه، ان طبعا اكيد نادي طلائع الجيش عمل مباراه كويسه، ادى اداء كويس، ونقول له هارد لك طبعا، نادي طلائع الجيش فرقه محترمه، شفنا كابتن احمد الجرحي بيتكلم عن الفريق ازاي، جهاز فني على اعلى مستوى، اداره على اعلى مستوى، لاعبين على اعلى مستوى، نادي طلائع الجيش كان يعني المباراه كانت لاخر وقت ايكوال، فاكيد بنقول لهم هارد لك ومبروك للنادي الاهلي. رايك يا كابتن متهيألي يعني اداء كويس، بس خليني قبل ما اعرف راي حضرتك خلينا نروح لنورهان طمان مراسلتنا من ارض الملعب، ولقاء مع مؤمن طارق خيري. الكلمه اليك نورهان، اتفضلي. يا مساء الخير يا كابتن هيثم، ومساء الخير على كل مشاهدي قناه النادي الاهلي طبعا، والف مليون مبروك المكسب. معانا مؤمن طارق خيري، بس انا قبل ما اقول لكم ان معانا مؤمن طارق خيري، وطبعا والده الكابتن طارق خيري قاعد هنا على جنب الكاميرا، وبي
وبيغلوش عليها بعد طبعا ما كسبوا. انا عايز اعرف يا مؤمن انت هتبات فين النهارده؟ لا هحاول اخش البيت يعني، هنحاول نتصرف النهارده. الحمد لله يعني ربنا كرمنا النهارده، ماتش صعب، فرقه محترمه جدا، احنا فرقه مش كامله، ناشئين كلنا، فبناخد الفرصه بنحاول نثبت نفسنا والحمد لله ربنا كرمنا لحد دلوقتي. مؤمن قول لي بقى، يعني ايه اصعب لحظات مرت عليك في المباراه؟ هو ما فيش لحظه معينه، هو الماتش كله كان صعب بصراحه. احنا بنطلع شويه هم يروحوا راجعين وطالعين، يعني الجيم كله ماشي، الفرقتين قريبين من بعض، فزي ما قلت ان فرقتهم محترمه جدا ومدعمه السنه دي صفقات كويسه، واحنا لسه برضو بناخد فرص وناشئين، فالدنيا يعني بالنسبه لنا احنا كويسه، بنحاول نعمل الكوتش اوجوستي بيطلبه، ف يعني الموضوع لسه مش باين، بس الحمد لله مستوانا يعتبر كويس الحمد لله. طيب قول لي الغيابات، احنا يمكن اتكلمنا كتير عن الغيابات في الاستوديو التحليلي واتكلمنا كتير عن الغيابات قبل المباراه، يعني انت شايف انه ان شاء الله مع عوده الغيابات شكل الفريق هيكون ازاي؟ هيكون احسن، لان هم لعيبه درجه اولى، احنا الناشئين، فاحنا بنحاول نساعد معاهم، لان هم احسن لعيبه في مصر، محدش يعرف يتناقش في حاجه زي كده بصراحه، فاحنا بنحاول نساعد معاهم ونتعلم معاهم، فالمستوى اكيد هيبقى مختلف وهيبقى افضل ان شاء الله، وان شاء الله نحاول نكتسح السنه دي كل البطولات باذن الله. اسالك سؤال صعب؟ ماشي. بابا غلط في ايه النهارده؟ لا انا ما عمري ما شفته بيغلط بصراحه، فهو يعني ما فيش غلطه معينه بصراحه، لا خالص. خايف؟ لا مش خايف، بس هو مفيش غلطه معينه. طيب قول لي المباراه القادمه مصريه للاتصالات مفروض، يعني الماتش ده انت شايفه ازاي؟ لا ماتش كويس، فرقه كويسه برضو طبعا، هنتعامل معاه زي كل الماتشات، ماتش مهم، عايزين نثبت ان احنا نقدر نلعب في النادي الاهلي، بنحاول نساعد زي ما قلت برضو مع الدرجه الاولى، فهيكونوا تقريبا كملوا، فهنحاول يعني ناخد مكاننا معاهم ونساعد معاهم عشان نعمل روتيشن كويس وننفذ الكوتش اوجوستي طالبه، وان شاء الله ربنا يكتب لنا الخير ان شاء الله. طيب انا برضو ما ينفعش تكون معايا وما اسالكش عن المدير الفني طبعا الجديد للفريق، يعني اكيد مدرسه مختلفه ومدرسه قويه وبسي في قوي، ايه اللي انت شايفه او لمسه مع المدير الفني الجديد ما كانش موجود؟ لا هو ما فيش حاجه ما كانتش موجوده بصراحه، كل المدربين اللي قبليه كانوا كبار، يعني سواء كان كابتن اشرف وكابتن ماريو، لا كلهم على مستوى عالي، كلهم كانوا بيتعاملوا معانا كويس، فرق ان الحظوظ ممكن ايام كابتن اشرف كانت اصابات كتيره، ايام كابتن ماريو كان الاصابات برضو كتيره، فلسه احنا في بدايه الموسم، يعني احنا كلعيبه ما ينفعش نحكم على المدربين، هم اللي بيحكموا علينا، فهم كلهم مدربين يعني رائعين جدا، فانا ما اقدرش احكم على حد فيهم بصراحه. طيب اخيرا بقى كلمه لوالدك. هارد لك. ما اقدرش اقول له حاجه تانية، يعني هو الموضوع بيبقى صعب عليا وعليه، هو هيخلي اللعيبه تلعب براحه عشان ابنه مش هيلعب قدامه، كان الكلام بيبقى كده دايما، بس كل واحد بيحاول يثبت ان هو لا ده كويس عشان اسمه، كل واحد كويس عشان اسمه، مش عشان انا مش كويس عشان بابايا مدير فني كان في الاهلي وبقى في الجيش، هي كل حاجه وكل واحد بدراعه، واحنا تعودنا على كده في النادي الاهلي. شكرا ليك جدا يا ده كان لقاءنا طبعا مع مؤمن طارق خيري احد نجوم فريق او مباراه اليوم. شكرا لك جدا يا كابتن هيثم والعوده الى الاستوديو. نورهان طمان شكرا جزيلا ليكي، وعلى فكره مؤمن هيبات في بيته ان شاء الله عادي ما فيش اي مشكله باذن الله. شكرا جزيلا نورهان طمان مراسلتنا من ارض الملعب. خليني اقول لكم انه هو ده النادي الاهلي، النادي الاهلي مؤمن بيلعب قصاد باباه، الناحيه الثانيه هو مدير فني الجيش، كل الاثنين كل واحد بيسعى يكسب فرقته، هو ده النادي الاهلي. النادي الاهلي ده متعلم فيه كده، والامور بتدور كده في النادي الاهلي، مهما كنت بره ولكن انت بتعمل الصح في الرياضه. يمكن كابتن طاهر الكلام ده هو اللي بيحصل في النادي الاهلي، ده اللي اتعودنا عليه. طبعا ده الاهلي ده بيتنا زي او اكثر كمان من بيتنا، واحنا بنخدمه بعينينا وعمرنا ما هنقدر نأثر معاه، وبنحاول على قدر الامكان ان احنا نكون محل ثقه. كابتن طاهر مبسوط النهارده من المباراه والمباراه اللي فاتت؟ يعني عشان بس وقتنا انا مبسوط عشان خاطر ان السياسه او النهج اللي اتبع فيه
هو ليه هدف مركز فيه ان هو الناشئين يديهم فرصه ونعتمد عليه. تمام كابتن سلاوي، راضي عن المباراه اللي فاتت والمباراه دي؟ لا طبعا راضيين، وبنقول مبروك للنادي الاهلي وهارد لك نادي الجيش، وتستاهل النهارده المكسب، وتستاهل مكسب الاولاد الصغيرين، ودولت علامه هتبقى بارزه في تاريخ النادي. تعب مجهود سنين بدات تشوف ثماره، لكن يعني اللي عايز اقوله برضو ان لازم كل واحد فيهم يمسك الفرصه. صحيح يا كابتن، ان شاء الله، واكيد اللي جاي وطارق ومؤمن هيبات في البيت ان شاء الله. عادي كابتن سلاوي، بشكر حضرتك، شكرا جزيلا، والف مبروك النهارده يا كابتن. شكرا، الله يخليك، ومتشكرين لوجودنا معاك يعني في القناه المحترمه دي. بشكرك يا كابتن، كابتن طاهر رجب، بشكرك شكرا جزيلا، نورتنا يا كابتن. بشكرك على حسن اداره اللقاء والماتش النهارده. ده بيتك يا كابتن وده مكانك كابتن طاهر، شكرا جزيلا. اعزائي المشاهدين، ده كان لقائنا النهارده، وكان تغطيتنا لمباراه كره السله الاهلي وطلائع الجيش. انتظرونا في لقاءات اخرى ومباريات أخرى مع استوديو الأبطال. شكرا جزيلا لحسن المتابعة.